السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ودائما معكم بالعلم تاجي الناطق رسمي لعصبة الدار البيضاء سطات، ونحن نتواجد عند أحد أبطال جمعية منتدى ظرف سلطان البطلة الطنديمة أكرد يوسف حفيظ أي تعدي ضمن مسابقة طنطان الوطية، والأبطال ديالنا تيكونوا بالأوائل في جمعية منتدى ظرف سلطان، والنتيجة لا بأس بها داخل عصبة الدار البيضاء. نشوفوا البطل ديالنا كيفاش استعدت المسابقة. الأخ يوسف السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخ بالعيد، بالنسبة لهذه المسابقة هذه يعني كانت واحد المسابقة ماشي غير صعبة، ولكن كانت مسابقة بالحقيقة كارثية على جميع المستويات. يعني يكفي نقول لك بأنه إذا شاركت في هذه المسابقة ما يربو وما يزيد على 18,000 حمامة، فالحمام المتحصل يعني اللي داخل ما بين البارح واليوم ما كيتعداش واحد 200 أو 300 حمامة على أكبر تقدير. هذا إن كيدل على شيء فإنما كيدل على يعني الأجواء القاصحة اللي مر فيها السباق، والناس يعني اللي كونفويور والإخوان اللي كانوا شارفين على الطلقة في المكان قالوا بأن الحمام ما خرج شيء، وفعلا الا شي قله شي فئه قليله هي اللي خرجت من البوان دلاشي هي اللي استطاعت باش توصل. وبالنسبه لما تبقى من الحمام كان ضايع كثير على صعيد جميع الجمعيات وعلى صعيد جميع بالنسبه لجميع المواليع. كاين المسكين اللي صيفط 40 و50 حمامه ما دخلاتش عنده حتى الربع، وهذا الشيء كيدل على ان الطلقه كانت كارثيه بجميع المقاييس. داكشي اللي كان الاخ يوسف، وانت ديكلاريتي في اليوم الثاني الاخ يوسف، توقيت الاعلان ديالك الاخ يوسف. بالنسبه لهذه الطلقه هذه كاين اخوه اللي ديكلاراو البارح، ولكن هما يعدون على رؤوس الاصابع بالنسبه لجميع الجمعيات اللي هي تحت اللواء ديال العصبه. بالنسبه لي انا بالنسبه لعبد الربي ما ديكلاريت حتى اليوم في الصباح. البارح يعني بتنا كيف تيقولوا ديرانجين من هاد الطلقة، ما بانت حتى شي حمامة، بتنا غير هنايا أنا وواحد الأخ وهذا كذا اللي بتنا غير هنايا في السطح في البيت هنايا، وصبحنا في الصباح الباكر كننتظرو في الحمام ديالنا باش يوصل. تقريبا نقول لك الحمامة ديالنا أول إعلان عندنا كان في 7:44 دقيقة، دخلوا وراه جوج حميمات من بعد عادة باش بدا كيتسرح الحمام تقريبا مع ديك 10 11، ولكن ماشي داك يعني حبه حبه كان 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 الوصول متقطع. هذاك الشريك الاخ يوسف، وبالنسبه هذه الحمامه المعلن عنها الاخ يوسف ياك. بالنسبه لهذه الحميمه هذه هي حميمه عندي من ضمن الحمام يعني اللي كنلعب به، واليوم اللي ديكلاريت به في الواقع هو واحد الحمامه باقا شنبوره، هي اللي حاصله على الرتبه الدوزيام اسبيجون في الجمعيه ديال الملتقى منتدى في الجمعيه ديال المنتدى ديال السلطان اللي كنلعبوا فيها جميعا، وكان يعني تهاتف وكان يعني كان هاتف الاخ سحيمدا وبعض وباقي المواليع كيهاتفوني، ومعاش ديكلاريتي تاع لان كانت الاجواء يعني كل شيء كان مسودن وكل شيء كان يعني البال ديالو مع الحمام ديالو، وكاين مسكين اللي باقي لحد الساعه باقي ما دخلش يعني الحمام ديالو والخاطر ديالو الله يحسن عوان نمو. داكشي اللي كان واخا الاخوان ديالنا تقدموا بالديكلاراسيون مساء امس هما ما راضينش على النتيجه، ولو نتيجه ايجابيه جدا تيبقى لهم واحد الحمام ديالهم كيبقى لهم في الخلا. فعلا ما جاش. بالنسبه للجمعيه ديال المنتدى ديال السلطان اللي حنا كننتميو ليها، كاين الاخ قيصر اللي هو كاين في, 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 في المدينه ديكلارا شرف الجمعيه، هذا شرف الجمعيه ما كاينش مشكل، غير هو من اللي كتسول كاع سواء هو او غيره كتقول له زعما راه مثلا الانسان مبروك ولا راه ضرب ولا راه ضرب في العصبه ولا في الجمعيه ديالو ولا كذا، كتلقاه ما فرحان شيء، لان اللي كيديكلاري بحمامه وجوج حتى بثلاثه كيشوف بان اللوفس ديالو خوا، وباللي هذه الطلقه هذه يعني كيف تيقولوا جمعت له حب وتبن، كيقول لك انا واخا نضرب كاع في العصبه فينا هو حمامي. هذاك الشيء اللي كاين واخا يضرب حتى الراس في العصبه. هذا هو كتشرف بالرتبه الاولى ولكن بالضياع ديال الحمام. هذاك الشيء اللي كاين الاخ يوسف. وبالنسبه للسلاله ديال هذا الحمام الاخ يوسف، القياسه هذه اللي ديكلارينا بها اليوم اللي هي شنبوره،
برتغالية يمكن لك تضرب عليها، هي كاينة في الوسط هنايا مع برتغالية، وها هي واقفة هنا قريبة لك، ها هي دير الأم ديالها راه هي جرانية برتغالية. وبالنسبة للآب ديالها آب واحد الدفلي يعني اللي هو غير يعني ماروك نازل من 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 لا كونسونغيليتي ديال ديال الفان دي لافيل ديال فان دي نافيل. ومبروك عليك الاخ يوسف، وتقريبا شحال من حمامات ديتي الاخ يوسف لهذه المسابقه؟ اخويا الحمام تقريبا اللي صيفطت انايا هزيت واحد 40 حميمه، مع العلم انه الحمام اللي هو كيف تيقولوا عندي اساسي ولا باس ديال السجنه ديالي ما صيفطتوش، من ناحيه لانه عنده عده شواهد، من ناحيه اخرى عندي فيهم لي زاسبيجون، ما بغيتش بكل صراحه ما بغيتش نغامر بهذا الحمام في هذه الطلقه هذه اللي كانت كتندر بالخطر. هذاك الشيء اللي كاين الاخ يوسف. وتقريبا شحال من حمامه جاتك الاخ يوسف تقريبا؟ جاتني اخويا تقريبا غتكون واحد 15 حمامه اللي جاتني من ضمن 40 حمامه، والاغلبيه يعني الغالبه راه مازال اخويا في الخدمه باش ما نكذبوش على بعضياتنا. هذاك الشيء اللي كان الاخ يوسف، وهالطلقه هذه دازت كارثيه وكارثيه جدا. الاخوان ديالنا ما بقاو بغاو والو، بغاو غير الحمام ديالهم يرجع لهم، وهادشي اللي كاين باش يكملوا باقي المسابقات اللي باقا في الطريق ضمن عصبة الدار البيضاء، وهي مسابقة مدينة بوجدور وطاح ناحية العيون. وبنيو كل شيء استعدادا للأخ يوسف. هو صحيح راه ها هما يعني جمعيات حيدوا أخ في النير، وكاين اللي كيقول بأنه مازال باغي يلعب بالسيد وباغي كذا. حنا ماشي حنا ما كنهزوش الراية البيضاء، ما كنستسلموش، ولكن غير الإنسان كيشوف أشنا هي الظروف اللي كيمشي فيها الحمام، واش هذا الحمام هذا حنا اللي كنبريباريو سيمانه او 15 يوم وانت كتبريباري في الحمام وكتخسر عليه رزقك وكتضيع معاه وقتك، واش ملي كيبغي تهز يمشي هذا الحمام بوان بلاشي؟ واش السؤال اللي كيتطرح، واش كيمشي في ظروف حسنه؟ واش كيمشي في كاميو مزيان؟ واش كيوقف هذا الحمام وكياخذ حقه؟ شوف غير الانسان، حنا اللي حنا بشر، الا شديتي غير واحد السفيره سافرتيها مثلا ديال واحد 10 او 12 ساعه وما وقفتي شيء، شوف كيفاش كتكون الصحه ديالك. فما ادراك بحمامه اللي هي يعني فيها غير 250 غرام ديال الحم. الله يكون صراحه الله يسمح لينا من هذا الحمام، وكننصحوا يعني كاع الاخوان المشرفين انه يكون الاهتمام ثم الاهتمام بهذا الحمام، لانه حمام نبيل وما خصنا شيء نظلموه وما خصنا شيء نطلقوه ويتعذب ويتيه في الصحراء. الحمام مسكين اول ما كيبغي يخرج الى ما لقاش البوان بلاشي محلوله راه كيعطي كاع الجهد ديالو والنفس ديالو، والاغلبيه فيه كيطيح وكيتشد، يعني نتيجه هذه الاخطاء اللي كتكون قاتله في الحقيقه. هذاك الشيء اللي كان الاخ يوسف، والله يصوب، وكنتمنوا الخير والتوفيق لجميع الابطال ديال جمعيه منتدى درب السلطان وابطال عصبه الدار البيضاء 16. شي نصيحه للاخوه للاخ يوسف؟ شي نصيحه للمولع الجدد؟ الختام الاخ بالعيد ختامه مسك، يعني كاع الموالي القدام راه كيعرفوا حمامهم وكيعرفوا الولاعه، وراه ماشي غادي نعطيهم انا نصيحه يعني اكثر من داك الشيء اللي كيعرفوا، ربما هما غيكونوا قدم مني في الولاعه باعتبار انني انا يلا هذه السنه الثانيه باش كنلعب. بالنسبه للمواليع المقبلين الجدد اللي حتى هما كاي عندهم يعني الولع والشغف باش يدخلوا لهذه الولاعه هذه، خصهم يعني يستافدوا بزاف من هذه الدروس السابقه، وخص المواليع اللي هما قدام وشويه عندهم تجربه وكذا ياخذوا بيدهم، لان راه اللي ما كياخذش بيد خوه راه ما 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 يمكنش له يوصل لبر الامان. المطارق كيف قلت يا سي بالعيد، السؤال عن المطارق الجايه، حنا غادي نلعبوا المطارق الجايه، كتعرف المولوع فيه الشوكه، واخا ما عرفش كيف بغى يكون كيف الوضع وكذا، واخا كارثي واخا كذا، غير حنا اللي كنتمناو على الله سبحانه وتعالى انه يعني يكونوا كننتقلوا من حسن الى احسن. بالمناسبه الاخ ديالي حميد هو هنايا، يعني دابا راه ما قدرش يحضر لانه شويه عنده شي الام في الراس، وداك الشيء شفاه الله وشفاه مرضى المسلمين. حتى هو اليوم راه ديكلارا بثلاثه الحميمات ديالو حتى هو في الصباح، وحنايا غاديين مع الاخوان، سواء الاخوان اللي تيلعبوا معنا، يعني واحد المنافسه شريفه اللي سبقناه كيبارك لينا وكيفرح لينا، واللي سبقنا حنايا كنباركوا ليه وكنفرحوا ليه، وهذه هي الرياضه، والرياضه اخلاق.
نشكرك الاخ يوسف على المعلومات اللي قدمتيها لجميع الاخوان ديالنا اللي كيشاهدونا عبر الفيسبوك وعبر اليوتيوب، ودائما معكم بالعلم متاجي الناطق الرسمي لعصبه الدار البيضاء. هذا كل ما يتعلق عند البطل الابطال ديالنا الطون ديما اكرد يوسف حفيظ اي تعدي. نشوفوا البطل ديالنا يوسف اللي غيزيد شي سي بالعيد. اخر اضافه بالنسبه لك نتايا كنتوجه لك يعني بالشكر الخاص، لانه الحمد لله انت دائما حاضر ودائما موجود فيما كيدير، ماشي غير حنايا، فيما كيديكلاري شي مولوع انت كتثبت تتبع الاحداث اللي ديكلارا كتمشي تجري عنده. الوقت ديالك ما تيكفيكش، عاطي اكثريه الوقت ديالك للولاعه والحمام. يعني ما خصكش انا نقول لك تفرط في العمل ديالك وفي وليداتك. علاش؟ لانه واخا الانسان هو كيدير هذا الشيء راه ما عاطينوش امكانيات، ما عاطينو ترونسبور، ما عاطينو ليسانس، ما هو عنده فقط الشغف بالولاعه، والله سبحانه غادي يكون في الجانب ديالك كيف ما نتايا في الجانب ديال جميع الموالي. واخيرا الحمد لله الختام ديال هاد السنه، لاننا حنا مقبلين على نهايه السنه بالنسبه لهاد الولاعه. حققنا ما هو افضل وما نحن كنفتخروا به هاد السنه. خدا الاخ ديالي الرتبه الاولى في المرحله ديال السرعه، خديت انا المرتبه الثانيه. في بالنسبه للمرحله ديال النصف الطويل تبادلنا الادوار، خديت انا المرتبه الاولى، خدا هو الرتبه الثانيه. حنا دابا يعني في المرحله ديال الطويل والطويل الممتاز. فرحوني شي حميمات لانهم بديت بريمير اس بيجون، راه دخلتو الخدمه هو وكاع الحميمات اللي كتشوفهم هنا. مثلا في هذه السجنه هذه واحد العدد ديال الحمام حبستو، كاع اللي عنده البريات، عنده الدبلومات، عنده كذا، اللي ضارب من ذاك العام وضارب هذا العام مؤكد الوجود ديالو كنحبسو يدخل الخدمه، يدخل يخدم. علاش؟ لانه كتخاف بحال هذه المطارق الكارثيه، لا تفرط لك في شي سلالات اللي هي عندك يعني لا باز ديال السجنه كيف تيقولوا. والحمد لله على كل حال. تشكرك الاخ يوسف اكرد، تشكرك على المجهودات اللي قدمتيها لجميع المواليع سواء في مدينه الدار البيضاء او خارج مدينه الدار البيضاء. هذا كل ما يتعلق عند البطل ديالنا الابطال ديالنا الطنديم يوسف اكرد حفيظ اي تعدي. وكما كتشاهدوا معنا الصوره، هذا هو اللفت الجيد بالنسبه لهذا البطل يوسف اكرد عن جمعيه منتدى الدر السلطان واحد ابطال عصبه مدينه الدار البيضاء في هذا الموسم، وهو موسم 2016. الى هنا نستودعكم الله.